أهلا من جديد. بتوجيهات من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وصل إلى الرياض عبر طائرة الإجلاء الطبي الإعلامي القدير غالب كامل الذي عانى من أزمة صحية أثناء وجوده في الأردن وسيتم علاجه في مستشفى القوات المسلحة بالرياض. ويعاني كامل من مشاكل مزمنة في الجهاز التنفسي. المذيع غالب كامل يعد من الجيل المؤسس الذي واكب انطلاقة البث الإذاعي في الستينات في السعودية، وهو من أبرز الوجوه الإعلامية على شاشة التلفزيون السعودي في الثمانينات والتسعينات. السعوديين انشغلوا بأخبار الإعلام غالب كامل، وظهر ذلك واضحا من خلال ظهور اسمه ضمن قائمة أكثر ما بحثوا عنه خلال أو على جوجل خلال الساعات الماضية. نتابع. ولنطمئن على حالته الصحية بعد الوعكة التي تعرض لها في الأردن ونقله إلى الرياض، ينضم إلينا عبر الهاتف من هناك الإعلامي السعودي غالب كامل. أهلا فيك معنا أستاذ غالب، وحمد لله على السلامة. السلام عليكم ورحمة الله. الله يسلمك ويبارك فيكم. طمنا على صحتك أستاذي. أنا بخير الحمد لله رب العالمين. طمن أحبائي كلهم يعني بخير من الله سبحانه وتعالى. أنا الحمد لله بخير. الحمد لله، الحمد لله على السلامة. حضرتك تعبت شوية في الأردن. والله تعبت، نعم، الحمد لله على كل حال. الحمد لله أنا الآن يعني في حالة طيبة وجيدة. أستاذ غالب، أنت أصلا بتعاني كنت يعني من مشاكل في موضوع التنفس، صحيح؟ نعم، مزمن. نعم، بس الآن يعني إن شاء الله العلاج حيكون في السعودية. لا طبعا الحمد لله الأمور زينة والأمور طيبة إن شاء الله. إن شاء الله. وقالوا لك متى حتطلع من المستشفى إن شاء الله؟ الأول الثالث ما قالوا لي. طيب احنا بس حبينا انه نسمع صوتك ونطمن الناس عليك، لانه ما شاء الله زي ما ذكرنا انه كثير ناس سالوا عنك سواء على مواقع التواصل او كنت من الكلمات الاكثر بحثا على جوجل. هل شفت ردود الناس على تويتر؟ انت منهم، اذا انت اوكي شفتي وكويس خلاص تمام الحمد لله. طيب ايه، كان في ما شاء الله كثير من الاسئله عليك وعلى صحتك. خلاص الحمد لله رب العالمين بخير. نشكره. الحمد لله على السلامة أستاذ غالب، وبنتمنى لك يعني دوام الصحة والعافية، وشاكرين لك على هذه المداخلة. طمنتنا فيها على صحتك. كان معنا عبر الهاتف الإعلامي السعودي غالب كامل. ما نبغى نتعبك أكثر من كده أستاذي، فشكرا الله. لك الله ولا يراكم بأس ولا مكروه إن شاء الله. شكرا لك. سلام.